سيد المدير، شنو الإجراءات اللي اتخذت دابا مع الطلبة اللي كانوا مضربين؟ النقطة الأولى هو أنه حصل كريم الأستاذ جبور عبد الله مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير. النقطة الأولى هو بطنجة، حصل بطنجة، حصل الاتفاق اللي تم التوقيع عليه من طرف جميع الممثلين لدى الطلبة ديال الأساتذة وكذلك إدارة باسم المدير ورئاسة الجامعة. هذا الاتفاق سيتم كانت توصيات دونك توصيات بالطبع ما هي باختصار؟ نعم باختصار راها كاينه في الموقع الموقع ديال المدرسة درناها دابا، نعم، وبالتالي يمكن للجميع يطلع عليها. نعم غنشرعوا في التنفيذ بالطبع. دابا المرحلة اللي فيها احنا دابا هو اجراءات هذا الاتفاق. نعم من جانب انت تخذ السيد المدير درتوا هذا الاجراء هذا قال لي البارح نهار الثلاث في هذيك 11 الليل 11 هو اللي مكنا انا نتنا عمليه باش توقفوا نزيف الاضراب. نعم دابا المرحله اللي داخلين فيها هو اجراءات هذا الاتفاق، كل واحد من جانبه وكل واحد راه عنده المسؤوليه ديالو، لا الاداره بالطبع لا الاساتذه ولا الطلبه. ما هو رايكم سيد المدير في الترويج اللي داروا الطلبه بان كاين اساتذه تيسيئوا شي شويه لما نسمي حنا بليتيك بروفيسيونيل، يعني دابا اخلاقيات المهنه، يعني كاين واحد الحوايج اللي هي ما خصهاش تكون في الاستاذ. دابا حنا صحه هذا الكلام، دابا دخلنا مرحله ديال انه صحيح واجراءات هذا الاتفاق، وكل اعلان اللي ما غيمشيش في هذا الاتجاه انا كنظن بانه ماشي في صالح شمو اساسا. وانا شخصيا ما يمكنش لي ندير اي تعليق على هذه النقاط. المهمه ديالي الاولى دابا هو تفعيل واجراءات الاتفاق سميتو اللي تم التوقيع عليه. النقاط بالنسبه للنقاط اللي كانت بيت قصيد في هذا الجهاز، يعني كيفاش غتعملوا في هذا المشكل ديال النقاط؟ انتم غادي ديروا من ناحيه الاخلاق كاين الحل، ولكن مشكل النقاط قال لك كاين 10 ولا 30% اللي ما خدتش النقاط، يعني هي اللي حصلت على نقاط، يعني انا مشكل النقاط تيطرح مشكل. هذه تم الاتفاق على وهي النقطه الخامسه والسادسه، وباش نكونوا هذا نقرا عليكم من الاحسن. من الاحسن النقطه الخامسه هي مراجعه اوراق امتحانات من طرف الطلبه الراغبين في ذلك من حضور نائب المدير مكلف بالشؤون البيداغوجيه ولجنه الحوار باسم الاساتذه كملاحظين لضمان السير الجيد لهذه العمليه خلال الاسبوع المقبل على ان لا تتجاوز 3 ايام. نعم. حتى هذه العمليه تبرمج نهار 3 و4 و5 شهر. نعم. على الطلبه الراغبين في اعاده تصحيح اوراق امتحان ان يتقدموا بطلب للاداره وذلك وفق المقتضيات القانونيه مع ضمان سريه هويه المتقدم للطلب. نعم. اذا هذه العمليه الطلبه كل اي طالب رغب انه يشوف ورقه الامتحان ديالو غادي يشوفها. نعم. غادي يشوفها غيطلع عليها، وكذلك البريم تنقيته اللي اعتمد عليه الاستاذ الى اخره، وهذه العمليه غيسهروا عليها الاساتذه هما بالطبع بحضور الاداره اللي ممثله في المدير. اذا لجنه مشتركه في الاداره وفي الاساتذه. نعم. تقييمكم اخير سيد المدير؟ القيم الاخير هو انه انا لا السير العادي ديال المؤسسه ولا ماشي غير بان نغلطوا غير بهذه الظرفيه، تقييم كتقييم عام. تقييم عام هو المرحله اللي صعيبه اللي مرت منها المدرسه، وانا جد متفائل بانه هذا الاتفاق اللي تم عليه المصادقه كيفتح لنا افق جد ايجابيه بالنسبه المدرسة الوطنية للتسيير بطنجة. نعم، شكرا لك على سعة الصدر.